مرحبا متابعيني الحلوين، إن شاء الله بتكونوا بصحة وعافية يا رب. اليوم بدي أعمل مخلل لفت على طريقتي، مثل ما شايفين لونه كتير حلو. هو بالحقيقة شوي لونه أغمق من هيك، مو كاشف هيك لهالكشفية، بس بالكاميرا بطلع شوي أكشف. كتير كتير طيب، إن شاء الله بتجربوا طريقتي وبتعجبكن. وهلا يلا نحضره سوا. هلا اول شي هذا لفت عندي، هذا اللفت مو مثل سوريا، يعني غير اللي تبعت سوريا بكون اغمق من هذا، بكون عايتي هيك على خمري شوي او احمر هيك فاتح. هون هيك لونه عليه لك شوي، بس يعني هذا الموجود. بس هو يعني انا جربته قبل هالمره، النوعيه كتير كويسه، يعني جربتها هديك السنه وكتير كويسه. هلا هيدا اشيله هون القرص مثل ما شايفين، هيك اذا في شغلات هيك شيل هون، هيك مثلا. هلا هدول من مغسولات عندي، هدول مغسولات انا غسلتهم كلياتهم، زبطتهم وغسلتهم مثل ما شايفين، هيك كلهم جاهزات. هلا هي كمان بدي انضفها بنفس الطريقة هيك. ها هلا هيك تنظيفهم، هي اذا في هيك شغله بتشيلوها بس هيك هالشكل. هلا مثل ما شايفين هذا هو اللفت عندي، 3 كيليات لفت. هلا بدي اقسمه، مثل ما شايفين هيك. هيك او مثلا بهي، يعني بيطلع هيك شكلهم حلو مثل ما شايفينهم. مثلا هيك بحالة كمان بصير، تحطوا هيك بحالة، في ناس هيك بعملوها كمان، بس هيك وهيك وهيك بكبسوها هيك، يعني نفس الطريقة بصير هيك كمان، يعني ما بتفرق شلون بتكون. هلا هون عندي شمندر انا قشرته كلياته مثل هيك، غسلته كمان نظيف. شمندر قد بدكم تحطوا شايفكم، بس لا تكتروا مشان يضل لونه زهري هيك. هيك شمندر لازم شوية صغار يكونوا. هلا مثل ما شايفين قطعتهم اتنيناتهم، الشمندر واللفت جاهزين. هلا بدي احضر مية الملح. هلا هون مثل ما شايفين هاي الطنجرة حطيت فيها مي ما عيرتها، يعني خليتها تغلي، وبعد ما بردت هيك شوي خليتها تكون مفترة. هلا بدي احط لها الملح، هاي وحدة تنتين ثلاثة أربعة هاي خمسة. هلا الملح انا بدي احركه وادوقه لحتى يكون اكتر من ملح الطبخة بشوي،
تحركوها لحتى هيك يدوب كل الملح. انا خليتها مي فاترة مشان يدوب الملح والملح الليمون. واهم شي يكون الملح ملح صخري خالي من اليود. هلا هون انا دقتها ولقيتها بدها شوية ملح كمان. هلا راح احط لها معلقتين كمان، يعني بتحطوا بدو لحتى يكون ملحة اكتر من ملح الطبخة بشوي، يعني تكون ملحة ظاهر مثل عادي، لان لازم يكون ملحه كويس مشان ما يرخي معكم. هلا انا دقتها ولقيت ملحة كتير كويس، اكتر من ملح الطبخة بشوي، راح احط لها سكر معلقتين وربع. هلا كمان بدي احط لها معلقتين ملح الليمون، وانتو ذوقوا يعني، شوفوا حمضة، لازم يكون حمضة ظاهر كمان. هلا بدي احطه على الزيت. جيب هذا القطرميز، هيك بس شوي. هلا هيك مثل ما شايفين انا عبيتها، عبنقي الصغار بحطهم. هلا هيك كويس. هلا بحط لايك الملح. هلا كل قطرميز مثل هذا يعني صغير، فنجان خل تحطه، خل التفاح بدي اكملها كمان لحتى تكمل للتم. هلا بعد ما عبيتها بدي اغطيه، تكون غطا محكم، غطوها هيك ونحركها بهي الطريقة هيك عشان الخل. تحطوها بمكان دافي مدة 15 يوم. والله انا بدي اكمل الغلاء كمان كلياتهم مثل هالطريقة هيك شكلها، وخلي التفاح بتريدوا خلي التفاح بتريدوا خل ابيض على كيفكم. والله هي قطرميز التاني كمان بدي احط له. تريدوا تحطوا بنصه كمان. ما شايفين هيك هيك بنصه بنحط الشمندر كمان بصير. هيك بدق دقة صغيرة. وهي خل التفاح كمان بدي احط له او خل عادي.
هلا مثل ما شايفين انا مليت القطرميز كله مي، مي المي الحار سويناها لتمه، وانا عبرص خليه يتكبكب معلش، يعني لازم مشان انه ينضغط كويس يكون ميته كتير كويسة. سكروا كتير منيح، وهلا بنحطهم بمكان دافي مدة 15 يوم، اذا كان حرارة كتير قوية اسبوع بكفيهم. متابعيني الحلوين، وهلا هيك المخلل صار عندي جاهز بعد مرور اسبوع. انا كنت حيططهم جنب الصوبة لهيك استوى اسرع، مثل ما شايفين لونهم كتير كتير حلو. قلتلكن انه بالحقيقة هو لونهم شوي اغمق، بس وهيك وطيبين كمان. ان شاء الله بتجربوا طريقتي وبتعجبكن، وان شاء الله صحتين وهنا. ولا تنسوني من لايك، واللي داخل على قناتي جديد بتمنى يشترك بقناتي ويفعل زر الجرس ليصلوا كل شي جديد انا بنزله. وسلام.